ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أسفرت عملية المراقبة والزجر التي باشرتها مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير زوال ومساء يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري عن ضبط 34 شخصا من مستعملي الطريق، من بينهم 3 قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهما في السياق الاستعراضية والخطيرة عبر استعمال وسيلة للنقل بالشارع العام في ظروف من شأنها تعطيل المرور به ومضايقته. وقد شملت هذه العملية الأمنية مجموعة المدارات والمحاور الطرقية بمحيط الملعب الكبير بمدينة أكادير، ومكنت من ضبط 34 دراجة نارية من مختلف الأنواع والأحجام يشتبه في استخدامها في هذا النوع من السياقة الخطيرة. هذا وقد تم إيداع جميع الدراجات النارية المحجوزة بالمحجز البلدي في انتظار إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية للتحقق من وضعيتها القانونية وخصائصها التقنية.